بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل المثال اللي ابتديناه في الجزء الرابع من شابتر 5 للديزاين اوف سويل انفورسمنت الخاص بكورس السويل ستابلايزيشن. لو تذكر في الجزء الرابع كان عندي حيطة عايز أصممها من الجيتك ستايل، فكل اللي أنا عملته في الجزء اللي فات إن احنا جبنا السيجما هوريزونتال معادلة في الزد، وجبنا التي اللاوبل بتاعت مين؟ الجيتوك ستايل. السؤال دلوقتي ان احنا عايزين نحسب مين؟ الجيتوك ستايل لاير سبيسينج. طبعا التي اللاوبل خلاص ده رقم ثابت 0.727، سيجما هوريزونتال ده عبارة عن 0.452 في زد زائد 0.238 في الفاكتور اوف سيفتي جلوبال اللي هو 1.3. الزد بقى طبعا الطبقة عندي او الارتفاع بتاعي كله كام؟ 4 متر. فهبتدي اعمل انا ايه بقى؟ هبتدي افترض ان انا هاخد عند العمق اللي تحت اللي هو زد بكام؟ باربعة. بالمنطق كده انا عندي زد 4 تحت هنا، الايرث بريشر بتاعي ماله؟ قيمته مالها؟ كبيرة جدا. فالاس في لازم هتطلع لي رقم صغير. فانا لما خدته عند 4 متر وحسبت شلت زد وحطيت مكانها 4 متر طلع لي الاس في بكام؟ 0.27 متر. طيب يعني ممكن ناخدها كام؟ 25 سنتي. يبقى هبتدي 25 سنتي عند 4 متر. طيب ممكن اطلع بقى كل شويه. قلت طب لو انا خدتها عند 3.5 يعني طلعت ايه؟ طبقتين 25 و25. جيت حسبت عند زد ب 3.5 لقيت الاس في بتاعتي بكام؟ ب 30 سنتي. يعني 25 سنتي كويسه تمشي معايا، يبقى اتيز ايه؟ اكسبتابل. طيب تعالى نطلع كام؟ ناخد مثلا عند زد بكام؟ 1.5. بس عند 1.5 هنا بقى هشوف كده ايه اللي يحصل، لقيتها طلعت لي بكام؟ 0.611، يعني اكبر من 50. لا 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 ناخدها 50. يبقى انا في الحاله دي اقدر اقسم الحيطه بتاعتي. ايه هي؟ عندي الحيطه ارتفاعها كلها كام؟ 4 متر. هنبتدي ناخد 25 25 25 25، اخد 10 طبقات ب 25 سنتي. 10 طبقات ب 25 سنتي خلي بالك خلي بالك هيطلعوا لك ب 2 متر وكام ونص. اتفضلي متر ونص، واحنا قلنا عند متر ونص خد المسافه بتاعتك بكام؟ ب 50 سنتي. يبقى انا هناخد كمان هنا متر ونص. مش لازم بقى اجي بقى عند ايه متر واقول هعمل تشيك تاني، لا كفايه عندي خلاص 50 سنتي، يعني ثلاث طبقات اهمت. ودول كام طبقه؟ عندي 10 طبقات، يبقى كله كام طبقه من جيتك ستايل؟ عندي 13 طبقه، في منهم 10 شايفهم ب 25 سنتي، وبعدين في مين؟ ها؟ في ثلاث طبقات بكام؟ ثلاث طبقات دولت بنص متر. كده انا جبت الاس في المختلفه. السؤال بقى عايزين نحسب ال. عشان نحسب ال هنحسبها ازاي؟ طبعا على حسب مين اتفقنا؟ على حسب دلتا، وعلى حسب مين؟ وعلى حسب فاي. زي ما اتفقنا هنجيب ال اي اس في في السيجما مين؟ هوريزونتال في الفاكتور اوف سيفتي، على سي اي زائد مين؟ جاما في مين؟ في سيجما هوريزونتال تان دلتا. واضح؟ بس هنا هنجيب السيجما هوريزونتال فين؟ عند سيجما زد، عند عمق كل شويه زد مختلف، ونفس الكلام سيجما ديت هتبقى سيجما مين؟ زد، يعني عند زد مختلفة، عشان تبقى ايه؟ المعادلة كلها فاكتور في مين؟ في الزد والسيجما والاس مين؟ في. هقول له طب ما تيجي بقى نعمل جدول عشان ما نلخبطش نفسنا، نحط اللاير، عندي كام لاير؟ احنا اتفقنا في عندنا 13 لاير لو تذكر، في عندي 13 لاير دي اللي فوق. عندي طبقة تحت اللي عندي زد بتاعتها بكام؟ بأربعة، لكن هنا زد بكام؟ كانت نص، وبعديها كام؟ نص، نص ونص يبقوا كام؟ ها؟ يبقى دخلنا في متر، وكمان نص يبقى متر ونص، يبقى دول الثلاث طبقات بتوع مين؟ المتر ونص، بعد كده تلاقيها ايه؟ 25 سنتي اللي هم ال 10 طبقات التانيين، اهي 1.75 2 وهكذا، يبقى الزد مختلفة، وبالتالي اس في برضك أنت كنت جايبها نص نص نص، وبعديها كام؟ 25 25 25، ده الاس في. طيب من الكلام ده ومعاك المعادلة دي تقدر تطلع ال اي؟ اه طبعا، عندي هشيل كل ايه؟ اس في واحط قيمتها، واطلع الزد قيمتها، يبقى اقدر اطلع ال اي. بس انا عندي في مينيمم للطول بتاعي ال اي دوت، الطول ده اللي هو كام؟ 1 متر. فانا لو عندي الطول ده طلع اقل من كام؟ اقل من الطول ده اقل من 1 متر، لا هاخده كام؟ متر. لو طلع اكبر خلاص هاخده زي ما هو، يبقى دي ال 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 اي بالمتر طبعا، وال ال اي مينيمم ب 1 متر، واخد الكبير فيهم. اما ال ال ار بتاع رانكن القانون بتاعها اللي هو اتش ناقص مين؟ ناقص زد في تان مين؟ 45 ناقص فاي على 2، طيب 4 ناقص زد في اللي هي 45 ناقص فاي على 2، يبقى زد دي اه يبقى ال ار بتختلف على حسب مين؟ الزد زي ما احنا عارفين البلان بتاع مين؟ الرانكن.
واضح؟ فهتلاقي اللي حصل دلوقتي، هتلاقي ال LR عمالة مختلفة على حسب الزد اللي عندي. جبت ال LR يبقى ال L calculated بتاعتي عبارة عن ايه؟ ده زائد الماكسيموم ما بين ده وما بين ده، يعني هنا لقينا كام؟ الماكسيموم بتاعي واحد، خلاص واحد زائد واحد 71 يبقى كام؟ 2.71. ها نفس الكلام هنا، ها ده 1.46، ده واحد ولا ده؟ لا اخد واحد يبقى 2.46 and so on. دي ال L calculated، لكن اللي هتستخدمها قد ايه لازم اقربها الرقم يتنفذ، هقول له مثلا 2 متر، متر، 4 متر، 5 متر، فهو لقينا لما 2.71 خلاص ناخدهم 3 متر 3 متر 3 متر 3 متر، لكن هنا نبتدي ناخدهم كام؟ 2 2 2. بمعنى ايه الكلام دوت؟ يعني انت لو عندك طبقات هنا اهوت، في عندك 1 2 3 كام؟ 4 طبقات هنا اهوت، هيبقى طولهم كام؟ ده طولهم كام دولت؟ طولهم 3 متر، والباقي هيبقى طولهم هنا كام؟ 2 متر بالشكل اللي قدامك دوت، واضح؟ طيب لازم برضك اطمن، بنقول ايه؟ It is noted that LE values are very small. This is typically the case with geotextile wall and minimum value اللي احنا اتفقنا اللي هي 1 متر should be used also when added to LR the total length you should round up conventional geotextile widths. يعني لازم يبقى عندي اللي هو العرض المنطقي يعني واحنا زودناها يعني. In this case the geotextile would be used parallel to the wall. ماشي؟ هتبقى موازية للوول، required محتاج 3 متر، في طولها 3 متر ونص ومتر دولت عشان الاوفرلاب بتاعي، يعني طلعت 4.5 وايد جيوتكستايل. ماشي، which is conventional side، ده عادي جدا ان يبقى عندي العرض بتاع الجيوتكستايل كام؟ عنده 4.5 متر. Thus the wide width strength اللي هو 4.5 طن بالمتر must be in the rift direction which is sometimes a weaker direction with woven fabrics. If non-woven geotextile had been considered across Mevlin direction لازم اشوف الايه اللي بيسموها اتجاه النسيج بتاعه لازم نستخدمه فيه عشان هو ده اللي هيقاوم الشد بتاعي. اخر حاجه لازم اعمل تشيك على مين؟ على الاوفر لاب اللي هو ال نوت عشان نشوفه اقل من 2 ولا لا. اتفقنا ان ال نوت عباره عن قانونه ايه؟ اس في سيجما هوريزونتال في الفاكتور اوف سيفتي على 4 في مين؟ في السي اديشن زائد مين؟ جاما برضك في سيجما هوريزونتال. ده طبعا دي المفروض تبقى سيجما زد عشان هي مختلفه عن مين، مش هناخد اقصى حاجه، هنبقى عند عمق مين زد. وابتدي اقول ايه الماكسيمم بتاعتي عند الابر، يعني عند زد بكام؟ بنص. شفتوا ال نوت طلعت بكام؟ طلعت لي ب 0.178 واحنا واخدينها كام متر؟ هقول له لا، يبقى احنا مفيش مشكله ان احنا شغالين بالمتر بتاعنا كده. يبقى احنا صممنا الحيطه، جبنا لها مين؟ الاس في بتاعتي، وجبت لها كمان مين؟ ال L بالايه؟ بالطول بتاع مين؟ الاوفرلاب. شكرا.